عندك اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. شوطنا أيضا الخامس مخصص للشوط الأول، اعتباره مفتوح لأيضا الأشواط المفتوحة، والشوط الأول المفتوح لأيضا الأخوان القادمين من شتى ميادين السلطنة. مباشرة مع البداية، المركز الأول منصور الغفيج بن الصغير المالكي، من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني محبة سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي، من ينطلق على الثاني غير إلى الأول. المركز الثالث هناك مع سرابة علي بن حميد بن علي الحجري على المركز الثالث. والمركز الرابع الغدوم من بقيادة أيضا شواهين بدر بن سالم بن علي الوهيبي، من ينطلق على المركز أيضا الرابع. والمركز الخامس شواهين حميد بن حمد المشايخي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط. أعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول محبة سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي منطلقا على الصدارة على قيادة هذا الشوط، يبحث عن الانتصار والناموس في هذا الشوط الجميل. الوهيبي على المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز والوصول مع ثاني المراكز بقيادة شواهين سعيد بن محمد الحبسي على المركز الثاني. والمركز الثالث القادم والمنطلق مع شواهين حميد بن حمد المشايخي. والمركز الرابع الواصلة في هذه اللحظات شواهين الصغير بن حسوس الزرعي، لكن أعود إلى الوهيبي في الصدارة هذا الشوط المنطلق مع الصدارة. محبة محبة سعيد بن سليمان الوهيبي مع المركز الأول، لكن بن حسوس على المركز الثاني، ولكن الصدارة مع محبة. شوط الأول المفتوح يتجه مع محبة سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي، محقق ناموس والانتصار. المركز الثاني كانت شواهين صغير بن حسوس الزرعي. المركز الثالث بشعار الحبسي سعيد بن محمد الحبسي مع شواهين، والتوقيت الزمني دقيقتين و11 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.